أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في سلسلة متابعتنا الإخبارية بشأن آخر تطورات الأوضاع في غزة بعد مضي 36 يوما على إطلاق عملية طوفان الأقصى. وكنا نتابع وما زلنا مجريات آخر تطورات القمة العربية الإسلامية المشتركة التي تعقد الآن في العاصمة السعودية الرياض بشأن غزة. كيف تتوقعون أستاذ أحمد الكوني أن تكون نتائج مقررات البيان الختامي؟ هل ستخرج بجديد برأيكم عما سبقها من مقررات في قمم سابقة، ولا سيما أن الوضع الآن مختلف نوعا ما؟ يعني هو ليس الوضع فقط، أعتقد أن المرحلة كلها مختلفة صحيح. وكما قلنا فاصلة وحاسمة، وهذا يستلزم أن تكون قرارات بحجم المستوى حجم الحدث، أن تكون قرارات تاريخية. لكن دعني أقول أن هذه الحرب هي ليست الحرب الأولى التي يخوضها شعبنا الفلسطيني، وتحديدا ليس العدوان الأول على قطاع غزة. قطاع غزة تعرض لأكثر من 4 حروب كبرى و22 معركة أو عدوان إسرائيلي، بمجموع تقريبا حوالي 27 عدوان إسرائيلي على قطاع غزة. وأعتقد أنه تخلل هذه الحروب الكثير من القمم العربية التي للأسف لم تساعد شعبنا الفلسطيني، ولم تزل على الأقل عوامل وفتيل الانفجار. لذلك يعني شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أعتقد أنه أماله ليست مرتفعة بأن تصدر هذه القمة بقرار أو تلزم إسرائيل بقرار بوقف العدوان، لأن كما قلت في البداية هذه حرب غربية تدعمها الولايات المتحدة، تشارك فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. لكن يعني هذا الأمر يستلزم أن تكون هناك كما قلنا أنه أن تكون هناك انقلاب في الموقف العربي الرسمي مما يجري، وأن يقدم هذه فرصة الحرب المعركة في قطاع غزة تقدم فرصة للنظام الرسمي العربي من أجل أن يعيد نفسه لملمت نفسه، وأن يتخذ قرارات بحجم المعركة قرار تاريخي وحاسم بوقف العدوان. كل دقيقة تمر على قطاع غزة هي فارقة في مصير ومستقبل شعبنا الفلسطيني. اليوم الحالة لا تحتمل الانتظار ولا تحتمل التأخير. اليوم العدو الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي يحاصر كل مستشفيات قطاع غزة، تحديدا في مدينة غزة، ويقصف المدنيين ويقتل الجرحى ويلاحق المرضى. لذلك هذه حرب لا أخلاقية، هذه حرب إبادة تستهدف شعبنا العربي. ولذلك نحن نتوقع وكلنا أمل أن يكون هناك انقلاب في الموقف العربي الرسمي بالخروج كما قالت وزارة الداخلية، بالخروج من مربع توصيف الواقع إلى مربع اتخاذ القرار. إذن شكرا جزيلا لك السيد أحمد الكومي الكاتب والباحث الفلسطيني على هذه المشاركة. شكرا لك أحمد. يشترك معنا أيضا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من برلين أيمن فهمي أبو هاشم الكاتب والباحث الفلسطيني. حياكم الله أستاذ أيمن معنا. حياكم الله وتحياتي لك وللمتابعين الكرام. أهلا بكم أستاذ أيمن، كيف تابعتم حتى الآن ما جاء من كلمات رؤساء الوفود في هذه القمة؟ يعني غالبية الكلمات لم تخرج عن السقف المتوقع لها لإدانة هذا العدوان الوحشي، وبالمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وربط هذا المسار الإنساني بوجود مسار سياسي وهو إعادة يعني انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة لما قبل 5 من حزيران، والحديث مجددا عن الدولة الفلسطينية. يعني هذا كل الكلمات تتقاطع فعليا حول هذه القضايا الرئيسية، لكن دائما او دعني اقول انه القطبة المخفية في هذا النقاش او في هذه الكلمات تحديدا ما هي؟ هناك مشكلة استاذ ايمن سوف نحاول اصلاحها في وصول الصوت بشكل اوضح. استاذ زياد ايضا برايكم لماذا هذا التأخير؟ يعني ما الأسباب برأيكم التي أدت إلى تأخير اتخاذ هذا التجمع بقمة عربية وإسلامية استثنائية، يعني تقريبا بعد نحو 5 أسابيع من تطورات الأحداث المأساوية في كل لحظة وليس في كل يوم؟ يعني عندما ننظر إلى واقع الواقع الرسمي العربي، فكما قلت وكما أقول دائما وأوصف هذا الأمر، هم متواطئون مع الكيان الصهيوني، وكانوا يتوقعون أن الكيان الصهيوني يمكن أن ينهي هذه المسألة، وكلهم مشتركون، كلهم يريدون أن نعم
نعم أسمعك جيدا، عفوا واصل. كلهم يريدون أن ينهوا القضية الفلسطينية، والبؤرة الوحيدة الآن التي تشكل داخل فلسطين المحتلة هم ما الثوار في قطاع غزة، فهم كل الأنظمة العربية تريد أن تنتهي من هذه المسألة، فكانوا يتوقعون أن الكيان الصهيوني يمكن أن ينهي هذه المسألة خلال أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، ولكن يبدو أن الأمر يعني لم يكن حسب توقعاتهم، ولذلك دعوا إلى هذه القمة بعد 35 أو 36 يوم، يدعون إلى قمة لماذا؟ لكي يلقوا خطابات، وهم نفسهم متأكدون أن خطاباتهم وقمامهم لن تفعل شيئا على الإطلاق، ولذلك كما قلت لك كانوا يتوقعون أن الكيان الصهيوني ينهي هذه المسألة خلال أسبوع أو أسبوعين وينتهون ويعني يرتاحوا من هذه المسألة، ولذلك اضطروا إلى عقد قمة عربية وقمة إسلامية، ولكن لا كسقط عتب كما يقال في العامية، سقط عتب عليهم حتى يقولوا أننا فعلنا شيئا، وهم دجالون وكذابون ومنافقون لا يريدون فعل شيء على الإطلاق. المأساة الفلسطينية مستمرة وستستمر إلى أن يعني يحقق الكيان الصهيوني ما يريده بالتواطؤ مع هؤلاء الحكام. من هنا أستاذ أيمن فهمي أبو هاشم الكاتب والباحث الفلسطيني من برلين، يعني ما أبرز ما استرعى أو لفت انتباهك في هذه القمة من كلمات أو مقررات أو مطالبات على ألسن رؤساء الوفود؟ يعني هذه القمة فعليا لا توجد فيها يعني مفاجآت، لأنه إذا كان من قضية تستحق التعويل على هذه القمة فهي أن العرب والدول الإسلامية لديهم أوراق لإلزام إسرائيل على وقف إطلاق النار، أو على الأقل للضغط على أمريكا لتقوم بدورها في الضغط على إسرائيل للقيام بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. هذه كمسألة إنسانية يعني تشكل أولوية الآن بالنسبة لأهلنا في قطاع غزة، لكن عمليا من الواضح تماما أنه كل الحكام المشاركين في هذه القمة لا يمتلكون هذه الورقة أو هذه القدرة في التأثير على مجريات هذا العدوان. هذه نقطة رئيسية. النقطة الأخرى وهي التي أيضا تضعف كثيرا من هذه القمة، أنه مثلا من غير المعقول أن يشارك فيها أحد الحكام العرب الذين سفكوا دماء شعبهم، وكالرئيس السوري بشار الأسد الذي قام فعليا بجرائم يندى لها جبين البشرية من ارتكاب مجازر تماهي فعليا المجازر الإسرائيلية التي ترتكب الآن في غزة وفي الضفة الغربية، وبالتالي هذه النقطة تضعف كثيرا من هذه القمة عندما يحضر مجرم حرب هذه القمة بهيئة رئيس، وبالتالي هذه رسالة أيضا خاطئة. على الأقل ستقول الدول الأوروبية إنه كيف نقبل منكم أي يعني إمكانية للضغط وأنتم يعني تستدعون إلى هذه القمة أحد مجرمي الحرب. إذن هذه قضايا أيضا من القضايا التي يعني تنتقص من أهمية أو مكانة هذه القمة، ولكن على الأقل دعني أقول بأنه يعني المجريات الأحداث في غزة تضع الآن الحكام العرب أمام مسؤوليات كبيرة، يعني في ضغط شعبي حقيقي في بعض الدول لا يمكن غض النظر عنه، تحديدا في مصر والأردن باعتبارهما دولتين مجاورتين لفلسطين، وهذه الضغوط الشعبية تتطلب من الحكام في هاتين الدولتين العمل على اتخاذ إجراءات أو مواقف أكثر من مواقف الإدانة والاستنكار. في مواقف أخرى أيضا ممكن الرهان عليها باتجاه العمل على يعني تشكيل ضغوط دولية، يعني في دول بالإقليم أيضا لديها علاقات دولية يمكن أيضا يعني أن يكون لها دور في الضغط على القوى النافذة من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار. لكن أنا أعتقد أنه كما قال ضيفك بحد ذاته تأخير القمة لكل هذه الفترة الطويلة، يعني بعد 35 يوم من العدوان على غزة أن تعقد هذه القمة، فهذا بحد ذاته بصراحة يشكل إهانة لكل الوجدان العربي، إهانة للضمير العربي، لأنه كان المفروض هذه القمة أن تعقد الحقيقة في الأسبوع الأول من هذا العدوان. التأخير والإرجاء هذه القمة طيلة هذا الوقت أعطى لإسرائيل
مزيد من الوقت للبطش وللتنكيل وللإجرام بأهلنا في قطاع غزة، وبالتالي يعني لا توجد رهانات كبيرة فعليا على هذه القمة. الرهان الحقيقي بصراحة الآن على صمود فصائل المقاومة على الأرض، قدرتها على منع التوغل البري أو الحد منه، وعلى إيقاع الخسائر بقوات الاحتلال، وإلزام هذه القوات بالتفكير فعليا بالانسحاب من أرض المعركة، حينها نستطيع أن نقول أن النتائج ستكون مغايرة عما يجري الآن. أيضا أستاذ زياد، هناك من يقول أنه الموقف الأمريكي وحتى الغربي تراجع قليلا نتيجة الضغط الشعبي في دولهم، إلى أي مدى برأيكم أحرج ما يجري في غزة من هذا الدعم الشعبي العالمي للشعب الفلسطيني والمدنيين هناك، أحرج الغرب الذي بدأ يتراجع قليلا ولا سيما في الموقف الأمريكي؟ يعني عندما نتحدث عن الموقف الغربي، وكلنا يعلم أن هذا الموقف الرسمي الغربي هو مؤيد للمحتلين الصهاينة، وبالنسبة للمظاهرات الشعبية والتي تجري في دول الغرب وفي أمريكا هي كثيرة، ولكن دعني أقول لك أن هذه التظاهرات لا يمكن أن تشكل شيئاً على الإطلاق. نحن نعلم ونتذكر في عام 2003 وقبل العدوان الأمريكي على العراق مليونيات صارت في عواصم العالم، ولكن هذه المليونيات من التظاهرات التي سارت في عواصم الغرب لم تمنع المجرم بوش من احتلال العراق وغزوه، فهذا الأمر يعني هنالك دول عميقة في هذا الغرب هي التي تتحكم في المسألة، وعندما تتغير مواقفهم تتغير إعلاميا لا أكثر ولا أقل، أما على صعيد الواقع فهم داعمون. نصف الأسطول الأمريكي أصبح في البحر المتوسط، بريطانيا أرسلت جزءا من سفنها وبواخرها إلى المتوسط، فرنسا، كل العالم أصبح في البحر المتوسط، وهذه التظاهرات التي تجري في دول الغرب لن تؤثر على الموقف الغربي من يعني القضية الفلسطينية. هم داعمون وسيدعمون المحتلين الصهاينة إن لم نقف نحن وبالمرصاد لهؤلاء ونجبر هؤلاء على أن يعترفوا بحقوقنا وحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بأن نجبر العدو وبالقوة وبفتح جبهاتنا. مئات المليارات من الدولارات تذهب سنويا لتسليح الجيوش العربية، هل تسلح الجيوش العربية لقتل شعوبها أم لتحرير فلسطين كما يدعون؟ فهؤلاء لا يمكن أن يعني يرضخوا للواقع إلا بحرب شاملة تخوضها الدول العربية، ولكن هذه الدول العربية تقاد من قبل أنظمة عميلة للمحتلين الصهاينة، ولن تتخلص قضية فلسطين إلا باستعادة الشعب العربي لإرادته بالتخلص أولا من هؤلاء الحكام، لكي يكون الشعب العربي رديفا لأهلنا في فلسطين لتخليصهم من الاحتلال الصهيوني. برأيكم أستاذ أيمن، من ينقذ من هذا اليوم؟ هل غزة هي التي تنقذ العرب والمسلمين الآن أم العكس، ولا سيما مع هذا الضغط الأمريكي والصهيوني الممارس على إيرادات الدول بحجة السلام؟ هل أمريكا تريد السلام فعلا في المنطقة؟ أعتقد يعني غبار القنابل الإسرائيلية المرمية على غزة بشكل أو بآخر أيضا لعب دور بانتشاع الكثير من الأوهام على طريقة إدارة عملية أو ما يسمى بعملية السلام في القضية الفلسطينية. الحقيقة اليوم اتضح جليا وليس هناك أجلى من دماء أهل غزة ومن صرخات أهالي غزة، صرخات الألم على فقدان الأحبة والألم الكبير
بسبب هذا الخذلان والتنكر لهذه المأساة. اليوم بالفعل أهل غزة هم من يقولون لكل هذه الأمة، لكل العرب، لكل المسلمين، لكل أحرار العالم، يقولون للعالم أجمع أن هذا العالم يقف على أقدام رخوة ولا يوجد فيه أرضية صلبة لبناء العدل والسلام ولنيل الحرية، لأنه في هناك قوى غاشمة لا تقيم وزنا للقانون الدولي، وإنما هي جزء من شريعة الغاب، وهي التي تقوم بالعمل على تقويض كل يعني الحرمات والخطوط الحمراء، انتهاك حرمة الإنسان، حرمة الدم، انتهاك الكرامة الإنسانية. لا يمكن أن نتصور الآن في القرن 21 أنه يتم بالفعل قصف المشافي، أنه جيش يعتبر الجيش الرابع في العالم هو الجيش الإسرائيلي، يعتبر أنه أكبر إنجاز له أن يصل ويسيطر على المشافي. يعني هذا في الحقيقة يتجاوز حتى المخيلة. عادة الجيوش تنتصر بأنه تروح على مركز مدينة تحتلها أو على وزارة الدفاع للعدو والخصم، أو تذهب إلى مقر رئاسة الوزراء، أما أن تذهب إلى المشافي لتحقق صورة نصر، هذا كلام خارج المنطق، خارج الضمير الإنساني. وبالتالي اليوم غزة تفضح هذه المعادلة السياسية التي تحكم العالم، وتفضح أيضا حالة العجز والتواطؤ في الحلقة الرسمية العربية، وتقول للعالم أنه إذا لم يتم بالفعل تغيير حقيقي على صعيد العلاقات الدولية وعودة الاعتبار إلى القانون الدولي وإلى مبادئ الحق والعدل وإلى احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأنه هذه المقاومة التي يقوم بها الفلسطينيين هذا أمر مشروع تكفل كل القوانين الدولية وهذا حق للفلسطينيين، غزة تقول أنه هذه المبادئ، هذه المعايير، هذه القيم هو اللي هي التي يجب اليوم أن تكون موجودة، وأن غياب هذه القيم بصراحة ستؤدي إلى عالم جديد يقوم فعليا على أنه أي دولة اليوم تستطيع أن تمارس فعل إجرام دون أن تحاسب عليه. هذه الرسالة الإسرائيلية، ورسالة غزة بالمقابل تقول إذا استمريتم على هذا المنوال هذا يعني أنكم ستخلقون جيش من الغاضبين، من المتمردين على حكامهم، على شعوبهم، على النظام الدولي بالمناسبة. نعم. إذن نعم أستاذ أيمن، تفضل تفضل. نعم. ضيفك يقول بالفعل أنه كان أيام احتلال العراق، أيام الغزو الأمريكي للعراق، كانت تخرج مظاهرات مليونية والعالم كان يصم أذانه عن مطالب وقف هذا العدوان. نعم. الآن أريد أن أقول بصراحة الآن هناك تغيير في ليس فقط في المزاج أو الرأي العام، وإنما أيضا في هناك بداية تمرد في الدول الغربية من قبل الكثير من الشعوب التي استيقظت على الحقائق أنه هذه الدول التي تقول عن نفسها متحضرة تسمح. الصورة الآن تنقل مباشرة عبر الهواتف. نعم. رغم بالزبط. التعتيم يعني. أنا أرى بأنه التأثير لن يقتصر على الشعوب العربية والإسلامية، سنشهد فعلا حركة تمرد في مظاهر مختلفة وجديدة في هذه الدول، وبدأت فعلا ملامح وبوادر تظهر. إذن أرجو أن تتفضل بالبقاء معي ضيوفنا الكرام. ومشاهدينا الكرام، الآن ننتقل مباشرة مرة أخرى إلى استكمال ما تبقى من وقائع القمة العربية الإسلامية المشتركة غير الاعتيادية المنعقدة حاليا في الرياض. إذن مشاهدينا الكرام، لا تزال القمة العربية والإسلامية هذه الاستثنائية المشتركة منعقدة الآن في الرياض بشأن آخر تطورات العدوان على غزة. قد شارك فيها في أثناء كلمات وفود الدول اليمن، الصومال، سيراليون، تشاد وماليزيا وغيرها أيضا. من هنا أستاذ زياد، في أبرز ما لفت انتباهنا أيضا في كلمة في أثناء كلمة الوفد اليمني، في أثناء الكلمة ضمن كلمته بدعوة إلى الميليشيات الحوثية يعني بكف أذاها عن اليمنيين. كيف تصفون هذه الدعوة؟ يعني عندما نتكلم عن الميليشيات الحوثية فهي جزء من محور المقاومة والممانعة، وتكلم رئيس الوفد اليمني أن هذه الميليشيات تقتل الشعب اليمني بالصواريخ. وهنا يجب أن نقول
عندما تقتل شعبك فكيف لك أن تحمي شعبا آخر تدعي أنك تقف معه وأنت جزءا من محور لمساندته وتخليصه من الإجرام؟ هذا أمر يعني يكشف الدجل الذي توجد فيه مثل هذه الهيكليات التي خصصت لقتل الشعب العربي ولمساعدة الصهاينة في تحقيق أحلامها. هذا أمر يعني واضح جدا. وهنا نعود إلى محور المقاومة والممانعة، هو محور لا يفعل شيئا للقضية الفلسطينية. وجد هذا المحور للتغلغل في الوطن العربي وتحقيق مصالح إيران في المنطقة. هذا أول. بالنسبة لمجمل ما قيل في مؤتمر هذا المؤتمر، يعني نحن نشكر الدول الإسلامية التي تعاطفت مع أهلنا وأخوتنا في غزة، يعني مشكورين، ولكن نؤكد على أن من يحمل المسؤولية ومن يدعي أنه مع القضية الفلسطينية ومع تخليص أهلنا في غزة وفي فلسطين من الاحتلال هم القادة العرب. والقادة العرب لو كانوا صادقين، وهنا أعيد وأكرر، لفتحوا الجبهات، ولكنهم لا يريدون. وهنا أقول لهم أن لديكم إن لم تكن تريدون فتح المعارك والجبهات لتخليص أهلنا في فلسطين من الاحتلال، فلديكم أمور أخرى. لديكم النفط كسلاح. في عام 1973 اضطر كيسنجر أن يأتي يعني مترجيا الملك فيصل أن ينهي مقاطعة السعودية لتجارة النفط مع أمريكا ومع العالم. إذن لديكم وسائل أخرى إن لم تكن تريدون فتح المعارك لتخليص أهلنا في غزة، لديكم الوسائل الاقتصادية، فلماذا لا تستخدمونها؟ هنا تكمن الإجابة بأن هؤلاء هم شركاء للمحتل الصهيوني في تحقيق أحلامه في المنطقة. وكل ما يقال من خطب وبيانات وهو عبارة عن ذر الرماد في العيون يعني غش الناس وغش الجبهية. هنا في آخر دقيقتين أستاذ أيمن فهمي أبو هاشم، برأيكم هل كيف أسهمت عفواً غزة في إعادة ضبط توازن القوى والصراع في المنطقة؟ وهل ستضيف هذه القمة جديداً يمكن أن يؤثر في التخفيف لنقل من أوار هذه المعركة؟ يعني دعني أقول بصراحة إنه في هناك أيضاً رغم يعني فداحة المأساة والمعاناة، يعني هذا الجحيم الإنساني الذي يعيش مليونين وأكثر في غزة، رغم ذلك هناك أوراق قوة. يجب أن نقول بأن هذه الأوراق ما كان لها أن تكون لولا فعليا يعني صمود أهلنا في غزة وبسالة يعني وعنفوان المدافعين عن غزة من أهلها وأبنائها. غزة قدمت للعالم اليوم أجمع، للعرب وللمسلمين ولكل العالم، قدمت ثلاثة رسائل أساسية. الرسالة الأولى إنه حق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي حقوقه الوطنية لا يمكن التراجع أو التنازل عنه، وإنه كل بطش وسياسات الاحتلال وكل هذه المجازر وكل ما جرى منذ 1948 حتى الآن لم يؤدي إلى تخلي الشعب الفلسطيني عن كرامته الوطنية وعن حقوقه الوطنية. هذه الرسالة الأولى. أصبحت واضحة. والثانية؟ الرسالة الثانية هي رسالة فعليا للشعوب العربية. أنه تستطيع كشعوب أن تواجهوا هذا النظام الرسمي العربي الذي يهينكم بعلاقاته مع إسرائيل من خلال أنظمة التطبيع والسلام. هو يستبيح أمن بلدانكم، وهو فعليا يستغل هذه العلاقات السياسية والاقتصادية والاستخباراتية ما بين إسرائيل والحكومات العربية المطبعة معها من أجل إضعاف الدول العربية. وعليكم أن تروا نموذج في ذلك مصر منذ اتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن. مصر لم تستفد من هذه الاتفاقية، على العكس أضرت بها كثيرا. وبالتالي غزة تقول للشعوب العربية عليكم أن تنتفضوا على هذه الاتفاقيات. هي اتفاقيات عار ويجب التحرر منها.
رسالة ثالثة إلى العالم أجمع أيضا تقول في غزة أنه نفاق الحكومات الغربية أصبح مكشوفا وموضوحا، وأزدواج المعايير أصبحت تفقع العين، وبالتالي المطلوب فعليا الآن أن يتم مواجهة هذا النظام العالمي عبر قوى واضح يعني تمتلك الضمير الحر وتمتلك الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب. شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن فهمي أبو هاشم الباحث الفلسطيني من برلين، شكرا لك. كذلك أشكر أستاذ زياد المنجد الباحث والكاتب السياسي السوري من لندن، شكرا لأستاذ زياد. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ومتابعتنا مستمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.